نرحب بحضراتكم مرة تانية. وامبارح انطلق الحدث الثقافي الأهم اللي بتستضيف القاهرة كل عام، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، واللي بيحمل شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. تنظيم الحقيقة كان رائع كالعادة، وفعلا حاجة مشرفة جدا، طليق باسم مصر وبدورها الثقافي. معانا دلوقتي على تليفون الأستاذ إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، عشان نعرف منه بعض التفاصيل. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذة جمانة وعلى السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. طبعا يعني كل سنة وحضرتك طيب، وألف مبروك على يعني افتتاح المعرض أمس. خلينا نتكلم مع حضرتك، إيه الجديد السنة دي في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ كالعادة كل سنة بيكون في جديد. السنة دي في عاملين شخصية المعرض الكاتب الكبير يحيى حقي، عاملين له شاشة هولوجرام، الزائر ممكن يقف قدام الشاشة يسأل الكاتب يحيى حقي أي سؤال، فالكاتب بنفسه يجاوب على هذا السؤال بشخصيته قدام الشاشة، طبعا بتقنية الهولوجرام. الجديد برضو أيضا أنه وجود معرض لكتاب الطفل مصاحب أو بجوار معرض الكتاب في قاعة 5. ده معرض متخصص للأطفال، في كل كتب الأطفال، كل الأنشطة الخاصة بالأطفال. ده الجديد السنة دي. وليه شخصية المعرض برضو هذا العام، ويمكن الجديد السنة دي نحن المعرض ليه شخصيتين، شخصية لمعرض كتاب المعرض الدولي وشخصية لمعرض كتاب الطفل، وهو الكاتب الأطفال الكبير الأستاذ عبد التواب يوسف. واللي برضو بنشتغل بالتكنولوجيا الجديدة، في نظارات بتقنية الفي آر، الطفل ممكن يلبس النظارة ويخش جوه قصة من قصص عبد التواب يوسف. ده الجديد برضو السنة دي. طبعا المعتاد للجمهور انه يسجل على المنصة الإلكترونية عشان يتفادى الزحام على شبابيك التذاكر. التذاكر يا اما موجودة على الشباك على باب المعرض، يا اما يقدر يسجل على المنصة الإلكترونية عشان يحجز تذكرة. تمام، يسجل على المنصة، هي كده مش محتاج اي طوابير ثانية، هيجي بالحجز بتاعه بالكيو ار كود على الموبايل، يدخل على الابواب على طول. عظيم. بدل ما يقف على الشبابيك ويسجل اونلاين ويقطع تيكت ويدخل يعني. عظيم. تسهيلا للحركه يعني. طيب استاذ اسلام، اليونان ضيف الشرف السنه دي في معرض القاهره الدولي للكتاب. عايزين نعرف من حضرتك شكل التعاون مع دوله اليونان، وايه اللي هتقدمه مختلف اليونان في هذه الدوره. انت عارف احنا بتربطنا حضرتك بين مصر واليونان علاقات تاريخيه كبيره طبعا. يعني قطع. فوجود اليونان ده السنه دي يعني بينقل او بتبقى حاجه نقل نوعيه كبيره للمعرض، لوجود الثقافة اليونانية بتاريخها الحضاري موجود معانا، متلاصقين أو متداخلين مع الحضارة المصرية. الحقيقة أن اليونان جايب وفد ثقافي كبير، عندهم عروض للسينما، عندهم كتاب، في قاعة مخصصة ليهم للفعاليات الثقافية، قاعة ضيف الشرف، عندهم معرض، عاملين معرض للوحات والوثائق ما بين مصر واليونان. بخلاف طبعا احنا من قطاعات قطاعات الوزاره، دار الكتب عامل معرض معرض صور الوثائق المصريه اليونانيه. يعني الحضاره المصريه اليونانيه حضاره متلاصقه مع بعض. احنا انت عارف هم كانوا متعايشين معانا اصلا ومتواجدين، وتعرف كل الافراد في دول حوض البحر المتوسط كلهم حضاره مع بعض. طبعا يعني أستاذ إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، نشكرك يا فندم جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات.